اوكي برنامج عكس AI reverse AI طبعا احنا موجودين او هذا البرنامج موجود على جميع القنوات تليجرام وفي اليوتيوب بعنوان ريفيرس اي اي عكس في التليجرام في بث مباشر على القناة وأيضا في موجود في طبعا مفهوم الـ AI يعني عكس الناس اللي متصورينه الآن. الآن بيقال عن الـ AI أو ترجم إنه ذكاء اصطناعي، فالمفهوم هو بالعكس، يعني قبل الـ AI كان الذكاء اصطناعي، يعني عملية الجوجل وعملية يعني الناس كانوا بعيدين عن تطبيقات اللي هي الإنترنت الحقيقي وفي الصناعة، يعني بمعنى كل الذكاء قبله اصطناعي، الآن ذكاء حقيقي، لأنه كلمة artificial مو اصطناعي، مو خداع، يعني بالعكس، يعني الكلمة جاية من الآرت، يعني مقنن، ذكاء مقنن، يغير كل شيء، يغير التكلفة، يغير يعني يعمل حاجات جديدة في مجال الصناعة وفي مجال التعليم، في مجال الطب، والتغيير حيتم يعني. طبعا في مجال اللي هو المهتمين فيه الناس مجال الترفيه، وهذا مجال مهم، الأفلام والنكت والأفكار يعني عرضها، التسلية يعني مهمة، بس حيدخل في مجال حتى الرياضات، الأندية الرياضية كثير من الأشياء، في مجال التعليم، في مجال مثلا الطب الخاص بالعقول بالنفسية بكذا. أشياء كثيرة، طبعا فرص العمل كبيرة جدا لمن يتقبل الموضوع، اللي ما يتقبل الموضوع برضو ما حتأخذ منه فرص العمل، إلا اللي يوقف عن العمل. يعني مثلا في المدينة في ذكاء صناعي، في القرى ما في، فيقدر يذهب في القرى. Delete users. Delete users. So this is, so this is the admin. The email is makkasmart.co at win1m for my dream. That's it. That's it. So this is, so this is paid. Paid. And it is, and the, this is like. It is with GoDaddy. Which is this? Which is this? GoDaddy. GoDaddy.
So even if you ride, also, we'll go to our site. Win1m for my dream.com. But this is the email of the CEO. Makkas Marcio. The group is about reverse AI. We have also Telegram. If you go to the Telegram reverse AI. Okay. So the subject. طبعا هنا عندنا مشاريع نسميها ميجا بروجكت كبيرة، يعني مثلا نعيد حكاية الولادة في البيوت. ففي الآن أجهزة وإمكانيات إنها تروح في البيت، يعني في حي، فاللي بتولد بحيث انه في عندنا تقريبا في الحي وحدات سكنية او كذا، الاحياء الموجودة يعني، فيكون عدد السكان مثلا 10,000 او في 10,000 بيت، ففي مركزين يعني بس للولادة والاحتفالات وكذا، فتولد فيها أو فيها الأجهزة، يعني إذا كان شقة صغيرة فتجي الغرف فيها، ما هي مستشفى، ولادة طبيعية، تولد ولادة طبيعية في أنظمة المغاطس، في أنظمة البيوت مكيفة، فيها فريش إير، فيها كذا، تنبني يعني في مكان ممكن على الأسطح، بحيث مكان للولادة ومكان للحفلات كمان، يعني بعدين تتطبق الغرفة أو تتغير من مغطس ولادة إلى سباحة. بحيث انه يتغير كل حاجة، يعني زي النادي، زي الجيم، في مكان تولد الواحد. طبعا مجهز بالاتصال بالدكاترة وبكله، يعني بدي اخبار وفي تصوير او في اقصد مساعدة لو بالتلفون، ممكن انه الدكتور يتابع الولادة. طبعا هنا بتحمي الناس من الذهاب للمستشفى،
وتفك الخنقة عن المستشفيات. في نفس الوقت يعني الذهاب للمستشفى ممكن يأذي الناس والجنين وتكلفة عالية. في نفس الوقت الممرضات أصبح لهم عمل وفي كول سنتر، وممكن الممرضة تشتغل 12 ساعة ويكون دخلها 500 دولار أو 600 دولار، يعني اللي هي 300 ساعة في الشهر تاخد دولارين. طبعا هنا يتمنوها كثير من ممرضات العالم، يعني خاصة في مصر. مصر عدد الممرضات كبير، يعني مثلا اشتغلت مدة 5 سنين 12 ساعة، بعدين تشتغل 8 ساعات، برضو يرتفع الساعة أجر الساعة من دولارين ل5 دولار بعد 5 سنين، يعني تاخد 10,000، 200 ساعة تاخد في 5 ب1,000 دولار، هذه بعد 5 سنين من تخرجه. ف1,000 دولار للممرضة تشتغل 8 ساعات عادي، يعني مش 12 ساعة، في بداية عملها تشتغل 12 ساعة، كونت حياتها وهي بتشتغل في البيوت، يعني ما بتروح مستشفيات أبدا، تهتم بالجنين وأم الجنين والطفل يعني إلى عمره 2 3 4 تهتم فيه الممرضة. فهذا برنامج 5,000 صحة طبعا داخلين في الصناعة وفي الأجهزة وبناء الغرف، الجيم للنساء وينفع للولادة، نادي للنساء للولادة، وفي طبعا أندية لكبار في السن. فالمشاريع إن شاء الله الآن هذا الموقع اللي هو بورن at home، born at home، بنهتم ب5,000 صحة في الولادة والأم والإبل، طبعا من قبل الولادة الاهتمام. نتوقع إنه يشتغلوا بإذن الله بعد 2 سنين في المشروع هذا بدولارين في الساعة، يعني 400 ممرضة في مصر. شكراً.